اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم واجبر كسرنا على فراق جهرنا
اللهم واجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم واجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم أعد علينا رمضان عواما عديدا وأزمنة مديدا، اللهم أعد علينا رمضان عواما عديدا وأزمنة مديدة، اللهم أعد علينا ونحن نغفر في ثوب العزة والنصر والتمكين يا رب العالمين، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعشق من نيرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعشق من نيرانك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك الشكران، اللهم إنك قلت وقولك الحق فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنك قلت وقولك الحق فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم كل جيوشهم ودك عروشهم وشل ايمانهم وهز اركانهم، اللهم اكبر شوكتهم، اللهم ابد خضراءهم، اللهم نكس رايتهم، لا تقم لهم دوله ولا ترفع لهم رايه، واجعلهم لمن خلفهم عبره وايه، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا جبار يا رب العالمين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم
الرحمن الرحيم
ati oiha onewaro onipa ya nabai Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e unu kumuli ila 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 ana umirai e liyata ya tonu nani inawe ama ajino nani ino ili nwaina eku yebe nani eri onirajin eri wana menyisi kasiri sodu ama ajino nani yo oravari halali ika ya risodu diyanarin wa kullu dhalika bi amri illahi wa rasuli bila nina nizi oda anahun vomulive dhu nubun vomulive sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ma alayna illa al-istislam eku kunyana vetei aka isa dee omulihi wal-iqiyadu tam diyabdawu yutetetete nataabadu Allah bil-fitr ya heko omulihi ina jinono nani jozika ya narenu kama taabadnahu bisawm anki melehete ini joni ina waba wana isu liyom farat al-fitr ya mehe ina jinono nani jozi ayo hine inika inikisabi inika ya narenu wanarju anna nala al-farha al-kubra fil akhira wabila monwadira tule inika wabete kui kiyama ino hine ene ukelekele ive hine umulio na wada wakumea ila wakaulu mbukullahu alayhi wa alihi wa sallam وَأَلَمُ دُوَنَا يَنِّكَ أَنَّ الْيَوْمَ أَجْنُنُ نَنَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَكَرَاهِكَ أَنْيَوِ مَنْ أَيْ إِنِّي لَيْشُرُ كَرَضَ أَذَيْدَ نِيَوْ مِمَنْ وَغَدًا أَمَا أُمَرِي أُسُوهُ أَنَا بَكُوِي كِيَامَ حِسَابٌ يشُرُ كَرَضَ كَنَا كُنْيَوِ مَنْ وَلَا عَمَلْ أَكُنْيَ obele yano waman yamal mithqala dharratin sharra yaro odana leba mukorohime bakohime ona men odiyo ya mimimi afuaricha obele inaku yono umulio na waha unkorohime ayme ibadallah ma ayo morino morini inna ayyaman madudat yara mehebo yara mehebe anayka kuyan awo walayali mubarakat odabile mono dira yara spend dira huay ila wanae kaka oyri oyzoizobin siyamun wa kiyamun wa tilawatu qur'an ini oyiba wayoni oyini nafila yoni oyika alqur'an yoni oyime biletetere yoni oyikurubanda yoni oyije ide huni eblokuwelo omeka ube yoni oyisitori yonari yoni atbuga mureful zakat oni ina ina jirolonan atirono uruda anahuri ino urabe abese nina nkisi boni ya siture yao sabi ayo hino omori omori ya naika onovan onovi anayamban anyakuna yawma alqiyamati maa aladhina anama allahu alayhim minan nabijina wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasna ulaika rafiqa ya tureiko omori ya nabukogu osibile na naika ka boni biletele ilani no omori mewaro ina na nebi nini ina na mai onilaide za nini ina na naika ka zuzuzo la gubo omori ati na naika ka boni biletele darula tene inoi kuwa onida kuwa umulia na wase kaba iba benni yukalu lahu aba kai wa oke kui kiyama kai kulu wa shirobu hani ambima aslaptum fil ayyami lkaliya aba kai wa kai wali nini duwe hu nini dobe honi la jenini yukalu iroiroiroiroiro omula kuwa kwa bibini ume ila henni umulia na wadari kabelo wakalu utahala o ile nomu
kai kai mana amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falan bayyanahu hayatan tayyiba omori akalana adikaka o musoraida inonoru ati lonyene inonoru ati lonyene omori koni ba chehe yome ehana itaka o lodete kujana bodo ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أمري أوكي أوني با تو أوتا فتا تكا أوني با تو أوتا إن الله في كلمة سوسي لو قلنا أن الدرامة فوقي أيها المسلمون الأعزاء أولنا عمري أولا نخمكمي فدوروا رولينا نيلي وتفكروا ما يرزقنا تتر ما أسلفنا إني سمعت كا يرى مثل ما إن أتصورنا يرى مثل ما ماذا قدمنا لأنفسنا من الأعمال الصالحات هنا يرى مثل دي إنو كرو إذا إذا إنو كرو إذا وما أعددنا لذلك اليوم سيرة تنكتا يكوي هنا أكوي مايكا كا لا ينفع مال ولا بنون اذا ني اكاد اوبا من فاني اوزي اوبا من فاني سلام الله الا من اتى الله بقلب سليم اذا لم يتكا او بفو مريه او لا يجب وتزودوا تي صاروا مؤمنين تي بلا تي صاروا مؤمنين فان خير الزاد التقوى ene beru ni so do la ti ni mo o lo so la ti ni mo le la no do ti mo le la mo na le ka ti do so la do mi ya no wa na mo ai wal muslimun e lo ko mo ri ala o mre ta ku la ha fa ta kwa ya wa mo ri o yi ya ma ni te 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 wa shadu allah bi wa ko yi je ko mo ri na le يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم دعاء عبادك المجاهدين المخلصين الموحدين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا اجود الاجودين ويا اكرم الاكرمين اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا اللهم اصلح ائمتنا في ديننا يا ارحم الراحمين اللهم طول امر شيخنا ابن يتامى
اللهم بارك له واهله، اللهم بارك عليه واهله وجميع من تحت قدمه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تجعل كلمه الله هي العليا في هذه البلده وفي سائر بلاد المسلمين، واجعل كلمه الكفر هي السفلى في هذه البلده وفي سائر بلاد المسلمين. يا عزيز يا غفار ويا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين يا ذي عمري امام المؤمنين والمرسلين اصبح بدنا بك دوس من أبينا نايكا كاكايا مطولي كونا تفو مليو لابدو سيروا مليو لابدو سيروا وجيبي ايوا أبوني عمي مقراحة مليو لابدو دوني أبوني عمي مقراحة مليو لابدو دوني أبوني عمي مقراحة مليو لابدو دوني مليو لابدو دوني أبوني عمي سمي ايه مليو لابدو سيروا dire ci teu mooy ka xé fay abou ya sama mo la bo téré té won ko ta ci ya dal ci ya dal ci ci ya 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 الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور لهم قبورهم، اللهم نقي من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بينه وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم إن كانوا محسنين فبإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز سيئاتهم وأدخلهم الجنة ودار القرار برحمتك يا الراحمين. اللهم اغفر لنا والوالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الراحمين، إنك لما تشاء قدير وبالإجابة الجديد نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الجهد عليك السفلان، اللهم إنك قلت وقولك الحق، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.